الخير والجمال على مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أول بداية. في البداية اسمحوا لي أرحب بصديقتي الإعلامية الأستاذة نجلاء علي. صباح الخير يا نجلاء. أهلا بك يا أستاذ إسلام. طبعا يا جماعة، الحلم أو المنام أو ما بننام عموما، بنحلم دايما إن في رموز بتظهر لنا دايما في الحلم. الرموز دي بتدل لنا على خير أو شر، ودايما أي موضوع داخلين عليه أو أي حاجة جديدة داخلين عليها في حياتنا نسمع إن يقول لك صلي صلاة استخارة ونام وشوف ايه هتحلم بايه. لذلك دايما ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا رموز في المنام. الرموز دي بيبقى لها دلالات معينه في الحلم. لذلك يسعدنا ان يكون معانا النهارده ضيفتنا في حلقتنا النهارده الاستاذه جيهان عكاشه، مفسره الاحلام. صباح الخير يا استاذه جيهان. صباح النور يا استاذ اسلام. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. اهلا بك. واللي هتكلمنا النهارده عن اهم رموز خطبه العزباء في المنام. اهلا بك يا دكتوره. اهلا يا استاذه. كنت عايزه اعرف من حضرتك ايه هي اشهر الرموز والعلامات اللي ممكن البنت تشوفها في المنام دليل على انها تتخطب او يجي لها عريس؟ بعد الصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، اولا انها تشوف ان هي اشترت حذاء جديد او حد اهدى لها حذاء جديد. الحذاء الجديد في المنام ده وعلى حسب شكله ولون الحذاء بيكون التاويل. يعني مثلا حذاء مناسب على قد القدم وجميل الشكل وحسن المنظر ده بيبقى عريس بنسبه كويسه ان هو عريس كويس او مناسب. كويس ومناسب يعني. لكن لو مثلا متسخ به عيوب، ممزق، ده بيكون عريس للاسف يعني بعيوب وكده. وطبعا بيختلف، يعني مثلا انها تشوف كوتشي عن جزمه عن كده، يعني الالوان بتختلف عن بعضها. عن الالوان يعني مثلا انها تشوف جزمه كلاسيك. الجزمه الكلاسيك هو عريس متزن وناضج وهادي الطباع. الكوتشي دوت عريس، يعني شخص بيكون كله حيويه ونشاط وقد يكون اصغر منها سنا. الجزمه السواريه ده عريس شخص بس مسرف على نفسه، بيكون مسرف على نفسه شويه. في ايه تاني؟ الجزمة السواري فكروني كده. الجزمة الكلاسيك الشبشب. الشبشب دوت عريس شخص بس هو يعني ايه، بيكون اقل حظا في كل حاجة، اخلاقا ومالا والحالة المادية والحالة الاجتماعية، فبيكون ايه قليل في كل حاجة، بيبقى واقع ده. ثانيا انها تشوف بقى نفسها، النظر في المرآة، تشوف نفسها بتبص في المرآة. قراءة القرآن الكريم، انها تشوف نفسها بتقرأ في المصحف او حد اهدى لها مصحف. انها تشوف ان هي تمتطي حصان، الحصان برضو رجل ذات بهاء وعز و... اي كان اللون برضو ولا الالوان بتختلف برضو؟ لا، الاحذية. نرجع تاني للاحذية، يعني الالوان يعني اختلاف اللون في الحصان ده ما عادي؟ الحصان الابيض ده بيبقى تحقيق حلم، يعني ايه حد هي مرتبطه بيه او نفسها ترتبط بيه وان شاء الله هيحصل. تمام. هيتحقق لها يعني الامنيه اللي هي عايزاها. دي كل الدلائل والعلامات. الالوان بقى، الالوان يعني بيختلف. مثلا الحذاء الاخضر، الحذاء الاخضر ده بيبقى رجل ملتزم صالح تقي يخاف الله. الحذاء الابيض ده انسان طيب القلب، هو انسان طيب القلب ويعني برضه ملتزم دينيا. الاحمر شخص يهواه القلب، او شخص يعني ايه في بينهم علاقه عاطفيه، او هيكون في المستقبل في بينهم علاقه عاطفيه. مثلا اللون، فكروني برضه بالالوان، يعني معايا كده في الالوان تقريبا كده كل الالوان يعني الاحمر. لا، في الوان ثانيه للاحذيه. لا، في الازرق. الازرق ده بيدل على ان هي بتعاني من حسد، او حسد في امور ارتباطها، وعليها بقى بالرقيه الشرعيه، وعليها بقى ان هي ايه سوره البقره. ان هي ايه تقراهم كتير وتحصن نفسها بيهم. ده اللون الازرق. في الالوان، الاصفر، الاصفر المبهج ده جميل جدا، بيبقى ذوق حسن الشكل والمنظر، استنادا لقول الله تعالى صفراء فقع لونها تسر الناظرين. الاصفر الباهت ده بقى العكس، بيكون رجل ممرض يعني كثير الشكوى، دايما مراد كثير الشكوى، بيشتكي كتير وبيشتكي كتير وكده. اللون البني، لو هي شافته مثلا حذاء لونه بني، اللون البني ده بيبقى شخص خطوبه او ارتباط بس هيتاخر شويه، هتطول فتره ارتباطها. واللون الابيض يا دكتور؟ اللون الابيض راجل ملتزم وملتزم ويعني قريب من ربنا قوي وطيب القلب. يعني هي جميل اللون الابيض. يعني هي العلامات اللي بتشوفها البنت، الكلام ده برضو بالنسبه للاشخاص ولا
ولا البنات بس؟ لا ده المقبل على زواج ايا كان يعني. ولو ممكن برضو واحده متزوجه يعني برضو ان الراجل حذاء بحذاء ديت مضايقاني بصراحه. مضايقاني يمكن بالحلقه اللي فاتت كمان. ما تزعلش، ما هي كمان بالنسبه لي يعني انت لما تشوف حذاء هي برضو كمان بالنسبه لك بيبقى على حسب لون الحذاء وشكله بيكون التأويل. تمام، معانا اتصال، ناخد الاتصال. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضلي يا فندم، معاك الاستاذه جاه. ازيك يا استاذ، عامله ايه؟ اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. انا متابعه حضرتك على الصفحه بتاعتك، وحضرتك ما شاء الله تفكيرك جميل جدا يعني. ما شاء الله، ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. تسلمي كل حاجه حضرتك بتقوليها ما شاء الله يعني، هي تفسيرك كويس جدا يعني. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليك. تسلمي، ربنا يخليكي. انا ممكن اسال حضرتك يعني على خاتم الذهب في المنام، لبسه في المنام؟ طيب حضرتك حالتك الاجتماعيه ايه؟ متزوجه. ان شاء الله يتحقق لك امنيه غاليه عليكي، امنيه ذات قيمه او حاجه انت بتتمنيها وتتحقق لك ان شاء الله. طيب شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، شكرا. طيب يا فندم دلوقتي من يعني كده البنت تقدر او النايم العزباء عموما ان هي لما بتحلم بالرموز اللي حضرتك قلتيها ديت يبقى هي كده مثلا مقبله على زواج او جاي لها عريس او ايا كان الطريقه. احنا لسه قلنا رمز واحد اللي هو رمز الحذاء والوانه، في طبعا رموز ثانيه. طب اتفضل. ماشي، احنا عندنا البنت لما تنظر لنفسها في المرآة او تمتطي حصانا، ان هي تركب حصان مثلا، الحصان برضو رجل ذات بهاء وعز، ان هي تلبس تاج بالمنام، التاج دوت زوج مميز، قراءة القرآن الكريم او حد يهديها مصحف هدية، ده برضو دخول الجنة في المنام. دخول الجنة هو برضو من علامات الزواج في المنام، وعيشة حلوة وهنية ومستقرة. سقاية الارض، ان هي تشوف ايه ارض بتتسقي، ده برضو من علامات الزواج. دخول منزل، الانتقال لمنزل جديد في المنام، ده برضو بيدل. في بقى تاني لبس الحجاب، انها تكون لابسه حجاب مميز او سياره، شراء سياره جميله، على حسب برضو لون السياره بيكون التأويل. وفي بالنسبه برضو للحذاء، لو الحذاء بالي او متسخ او ده بيبقى عريس برضو كل عيوب. طب بالنسبه لفساتين الزفاف بقى برضو اللي بتحلم بفستان زفاف او اللي بيحلم ببدله فرح برضو يعني. الفستان الزفاف برضو بشرى وعلامه. لا من العلامات، بس يكون دايما يقول جنبها العريس. يكون جنبها العريس شرط. لا كان دايما يقول لك الفرح في المنام بشر يعني، بتؤول ساعات ان الحاجه مثلا بتبقى خير في المنام بتؤول لشر في الواقع او العكس. مش دايما يعني. ايه فستان الفرح يعني؟ دي العاده المعتاده عند الناس يعني. أيوة، فستان الفرح في المنام مش خير. مش خير مش خير لما ما يكونش جنبها العريس يعني. لما تكون لابسه الفستان لوحدها ده بيبقى تاخير في فتره ارتباطها، لكن لو العريس جنبها ده بيبقى بشرى ليها بالزواج، بزواج قريب. خير ليها بقى وشر ليها، خير ليها ان هي تشوف مثلا ايه زي ما ذكرنا حذاء جميل، حجاب جميل، ان هي تشوف نفسها مثلا ان هي بتقرا القران، دي كلها ايه بشرى حلوه ليها، بخير جاي لها وعيش الجنه. رؤيه اكل التمر برده بيبقى بشرى. ناخد الاتصال ده بعد اذن حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه زينب، مع حضرتك الاستاذه جيهان، اتفضلي. ايوه اتفضلي يا فندم. السلام. اتفضلي. ايوه انا الحاجه زينب، كنت عايزه اسال الاستاذه ريان. اتفضلي. انا تعبان يعني، تعبان دخل عليا في الاوضه كده لا حضرتك اسمعينا من التليفون لو سمحتي. لو سمحتي يا حاجه زينب اسمعينا من التليفون لان احنا هنا مش سامعينك. طيب ماشي. اتفضلي. ايوه اتفضلي. انا بقول لك تعبان دخل عليا في الاوضه، ودخل عليا طيب حضرتك هل هو هاجم مثلا، هاجم او اعلن ان هو مثلا هاجمك او هاجم عليك او كده، ولا بس معاكي في الاوضه؟ هو عمال يحاول معايا كده، عايز يهجم عليا، بس انا عمال اجري منه. تمام، في اي حاجه ثانيه يا مدام زينب؟ لا شكرا. شكرا يا فندم، الاستاذه جنى ترد على حضرتك. هو عدو يريد ان يعني ايه، يريد الاذى لها والضرر. في الحالة دي بقى بيؤول الثعبان على انه عدو، بيريد الضرر والنيل منها. بس هو لو هجم عليها يعني، هو عشان كده عدو. انا لو هي لو كان بس معاها في الاوضة ممكن تؤول بمتاعب، متاعب صحية ليها او مشاكل مادية او كده، لكن كونه ان هو يعني هجم وحاول ان هو يأذي، ما قربش منها؟ لا يعني هجم وحاول ان هو يأذي، ده عدو يريد الضرر والأذى يعني.
هو مصمم يعني ليه. بتختلف برضه على حسب لون التعبان او نوعه او شكله او شكله. لا هو التعبان عموما الهجوم عموما ان هو كده الهجوم ده بيبقى شراسه يعني عدو شرس يريد الاذى ليها والضرر. كان في اقاويل تانية ان هو بيبقى سحر او اعمال بتيجي ايوه في صيغه تانية في يعني في لو رؤى. شافته لو شافته البنت العزباء تعبان اسود وتكرر معاها الرؤيه دي بيبقى سحر. تمام يا دكتوره. في اي علامات تانية حضرتك للعزباء؟ ايوه استقايه الارض، الانتقال لمنزل جديد في المنام ويكون منزل جميل، ده برضو بشرى ليها ان شاء الله عايشه مرتاحه كويسه. الرؤيه بقى مش كويسه اللي هي تشوف البنت العزباء ان هي تشوف ركوب الجمل بالمنام، دي بيعتبر من الحاجه الوحشه ليها. الجمل ده زوج سيء جدا، سيء الطباع وسيء الاخلاق. يعني انا لو واحده بتحلم بالجمل وهي مخطوبه لسه بنصحها ان هي تسيب، لان زوج سيء الطباع جدا. طب يعني او ما تخلفش يعني إيه؟ هو خلاص طالما راكبه الجمل يبقى خلاص كده اكيد ان هو زوج مش صالح. لا يعني لما تكون مرتبطه او جاي لها عريس يجيلها في المنام يعني مثلا بعد صلاه استخاره او كده ان هي راكبه الجمل. الجمل ده زوج سيء جدا. حتى ممكن واحده لو هي متجوزه واحد واخلاقه سيئه هي بتشوف نفسها ان يعني ايه ممكن تشوف الرؤيه دي، تشوف ان هي راكبه جمل. تمام. طب في اقاويل بتقول خلع الحذاء في المنام ده يعني للعزبه وللست المتزوجه. خلع الحذاء انفصال لو واحده يعني عزباء اكيد مرتبطه. بيختلف في الالوان يا دكتوره؟ مرتبطه طبعا كل حاجه بالالوان. يعني مثلا هي شافت نفسها خلع الحذاء والحذاء ده مثلا لونه اخضر، هو انفصال عن شخص كويس يعني تقوى يخاف الله انفصالها عنه. زوجة برضو شافت نفسها خلع الحذاء بيتؤول بحالتين بقى، موت الزوج او انفصال عنه لا قدر الله. تمام. طب هي العلامات دي بتظهر برضو في صلاه الاستخاره استاذ جان؟ يعني انا لو صليت استخاره ونمت او يعني عموما البنت العزباء صلاه استخاره مثلا ونامت او ولا ده علامات الحلم العادي؟ يعني علامات يعني الحلم العادي يعني قصدي حضرتك ان هي مثلا تشابه ما بينها وبين الاستخاره بتختلف ولا هي نفس العلامات بشوفها في الحلم بتكون أو في هي سماتها نفس سمات الرؤيه الصالحه، بينطبق عليها نفس سمات الرؤيه الصالحه، تكون قصيره واضحه ليس يعني ليس بها شهوات، تقوم من النوم تتذكرها كفلك الصبح. دي اللي هي العلامات اللي بتظهر بعد صلاه الاستخاره. بعد صلاه الرؤيه بتكون كده، ما تكونش ما تشوفش رؤيه طويله، تشوف رؤيه قصيره رموزها واضحه. تقوم من النوم تتذكرها كفالك الصبح، ليس بها شهوات، ما تشوفش بها شهوه. يعني انت نايم مثلا عشان بتحلم مثلا بخطيبك او الشخص اللي بتتمنيه، بس ما تشوفيش شهوه. تشوفي رؤيه كفالك الصبح. زي سمات الرؤيه الصالحه. يعني اشوف نفس العلامات ديت مثلا، يعني انا مثلا ممكن اشوف نفس العلامات ديت في المنام برضو في المنام في الحلم بتاع الاستخاره. في الرؤيه الصالحه الرؤيه الصالحه وصلاه الاستخاره. دول سماتهم واحده او تفاصيلهم بتكون واحده، علاماتهم واحده. المفسر طبعا بيعرفها لانها بتكون واضحه. برموز واضحه واللي حالمها بيقوم متذكرها كفالك الصبح. ليس بها اي شهوات. شانها شان الرؤيه الصالحه. ناخد الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذ يوسف؟ الحمد لله. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا الحلم اللي انا كنت حالم ان انا كنت ايوه يا فندم في المسجد الاقصى. اتفضل. في المسجد الاقصى ماشي تمام. لما في ناس داخله بجرارات كبيره كده وقاعدين عايزين يهدوا في المسجد. تمام كمل حضرتك. تمام. وانا قاعد بنادي على الناس اجروا اجروا ومحدش يقعد ومحدش يقف كله يجري. الجاي داخل في باب كبير كده من الجامع مطول، فلقيت نفسي في جامع عندنا. تمام. والناس بقى جارت وكله تمام وبتاع، بس هو في الاول لما الجرار جت تخش قطروا شويه ناس ماتت. تمام. والحلم خلص على كده. ماشي شكرا يا يوسف. الاستاذ جنى ترد على حضرتك. طيب انت معايا لسه؟ هو تقريبا خلاص فصل. هو في ابتلاء حصل له في حياته الجرار والاذى اللي حصل في المسجد الاقصى وكده، في ابتلاء حصل معاه في حياته او مشاكل وفتن هو تعرض ليها. بس كونه ان هو في المسجد الاقصى ده امن وامل لي وحفظ لي من قبل الله تعالى. وبعد كده لقى نفسه في جامع عندهم في البلد. وكونه في الجامع يعني هو في حسن وحفظ ربنا، يعني لان هو في المسجد، المسجد دايما بيكون امن وامان وفرج من الكرب، والرؤيه برضو بشرى بفك الكرب والابتلاء في المنام.
طب هنيجي يا دكتورة عند صلاة الاستخارة. في ناس بتصلي صلاة الاستخارة بس ما بتشوفش أي علامات، يعني أنا لا شفت حلم ولا شفت خير ولا شر. يعني ساعتها بقى هو البنت أو الشاب هيعمل إيه لو ما شافش أي علامة؟ لا، ما هو مش شرط إن أنت تشوفي رؤية. أنت صلاة الاستخارة بتعمليها، بتصليها وبتفوضي الأمر لله. لو الموضوع تم ولقيتي الأمور ميسرة والموضوع ماشي تمام، ده بيبقى توفيق من ربنا. لو انت مثلا لقيتي العكس وفي عرقلة وفي حاجات بتبعدكم عن بعض، بيبقى عارف ان ده صلاة الاستخارة بتقولك ان الامر ده ما كانش فيه خير ليكي. يعني ما يشترطش، لا ما يشترطش رؤية، لا مش شرط، لازم تشوفي حلم او حاجة. ربنا بقى التوفيق بيبقى من عند ربنا. لو حصل عرقلة ربنا بيوقف لك الموضوع من قبل الله عشان انت صليتي صلاة الاستخارة. تمام دكتور. العلامات دي طبعا بيبقى لها تأثير على الراحة النفسية مثلا، يعني انا لو حلمت بالعلامات دي ممكن ان انا احس بقى براحة نفسية في الموضوع كده، ولا دي ملهاش تأثير على الشخص نفسه؟ ايوه بتحس طبعا براحة نفسية. لو كان في توفيق من الله بتحس براحة نفسية وتلاقي الامور ميسرة وانت مرتاح نفسيا للانسانة ديت، وبيبقى في توفيق بينكم. لو كان طب احنا اتكلمنا عن البنات دكتورة، لو جينا بقى اللي هو الشاب العريس نفسه. ايوه هو طبعا اكيد ما عندوش علم باللي هيحصل، فهل في علامات برضو للشاب نفسه؟ هي تقريبا نفس العلامات بس بتختلف شويه، يعني في علامات معينه ورموز. يعني ممكن يحلم بيها بتدل على ان الموضوع اللي هو قادم عليه فيه خير ليه او شر ليه. ايوه طبعا، ان هو يشوف الحذاء مناسب على قد رجله، يشوف الحذاء مناسب مريح، حذاء مريح جميل الشكل. برضو لو كان اخضر بيبقى زوجه تقيه تخاف الله، لو كان ابيض بتبقى طيبه القلب، لو صف اصفر مبهج كده بيبقى حسنه الشكل جميله، بتبقى زوجه جميله. لو مثلا بني يبقى الموضوع هيتاخر شويه. لو لبني بيبقى زوجه تميل للاستقرار والهدوء. لو احمر بيبقى يهواها القلب، زوجه يهواها القلب. يعني تقريبا نفس العلامات، نفس العلامات بس بقى بتفرق في ايه. مثلا ممكن يشوف ان هو ايه، ممكن يشوف برده شراء ان هو بيشتري ارض جديده، شقه جديده، بيت جديد، ده برضو ايه من علامات اللي هو ايه خير لي. شر لي بقى ان هو يشوف مثلا ايه الفار، الفاره يشوفها على سريره او في فراشه او في منزله. فار امراه، الجمل للست والفار للرجل. لو اي رجل يعني دخل على موضوع الزواج وشاف الفار انصح ان هو برضو يترك فورا، لانها بتكون زوجه فاسقه لا تخاف الله. او يعني طب ايه هي الحاجات دي؟ اكيد الحاجات دي اكيد، يعني الجمل والفار دول اكيد في المنام. ايوه اكيد. ولا ممكن يحصل مثلا لكل قاعده شواذ ما بنسمع ممكن حاله كده؟ هي الرموز دي للاسف بتبقى اكيده سوى. الجمل والفار دول الجمل والفار اروح اقول فرانك ما تشوفش يعني ما تشوفش فار خالص. الفار بيبقى وحش في المنام لانهم الخمسه الفواسق الذي تعوذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت ان الفار يعني ارتباط ديني تعوذ منه عشان كده هو وحش. ويعني سمعت ان ليها اقاويل تانية ان هي امراه سيئه السمعه. هي نفس فاسقه، امراه فاسقه، مش شرط تحدد. لا تخاف الله يعني منتظره منها جمله واحده يعني لا تخاف الله. طيب بالنسبه عموما للالوان والوحوش والحاجات، الناس بتشوف حاجات برضو زي ديت في المنام برضو بالنسبه للالوان، موضوع الوحوش ايه تفسير الحاجات دي برضو؟ الوحوش بتختلف، يعني مثلا ايه القرد ده بيبقى رجل ماكر شديد الدهاء. طيب ناخد الاتصال ده الاول بعد نرجع نكمل كلامنا. ماشي. الو صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضلي. لو سمحت انا اتقدم لي واحد وكده، فرحت استخرت، وبعد ما استخرت طلعت، بعدين بعد ما مشي وكده حلمت بالليل ان هو قاعد وباصص في الارض ومش في يعني وزعنان. تمام. بس انا عايز اشوف التفسير ده. فبعدين يعني بس حصل ان اترفض من طرف ثاني. في اي سؤال استاذه؟ انه ايه اترفض من طرف تاني. طب هو الشخص دوت الشخص دوت يعني انت موافقه بيه؟ اه انت موافقه بيه؟ بس اترفض من طرف الاخت مثلا. طيب عشان كده انت شفتيه زعلان، انت شفتيه مميل وزعلان. وباصص في الارض حتى ما بصش علي اصلا، يعني هو كان قاعد وانا كنت واقفه يعني. ماشي شكرا يا استاذ. طيب هو بيصرف نظره عنك، يعني هو الشخص دوت زعلان، يعني ايه هيكون في موقف من اهلها بالنسبه له بالرفض، فهو هيكون زعلان او متاثر من الموقف، ويعني ايه
زي هيصرف نظره يعني عن الموضوع. هو في تقريبا والله تعالى اعلى واعلى. هو في تقريبا اي حد من الاخوه قالت لك رافض الموضوع؟ أوه. عشان كده هو داخل باصص في الارض اصلا. ما هو باصص في الارض وزعلان وصرف نظره عنها، يعني معنى كده ان هو لما يعلم بالرفض دوت ان هو يعني ايه هيصرف نظره او هيصرف نظر عن الموضوع ده. تمام. والله تعالى اعلى واعلى. نرجع لموضوعنا تاني، موضوع الوحوش بقى والالوان. الوحوش قلنا القرد ده راجل شديد الدهاء والذكاء، ويعني زي ما بيقولوا كده ايه بيلعب على جميع الالوان كده. القرد ده سيء. القرد. النمر شخص شرس، شرس وقوي وغادر يعني. الذئب ده رجل سارق، سارق ومخادع يعني. الوحوش ايه تاني في الوحوش؟ يعني هو تقريبا كل واحد كل حيوان طالع بصفته بصفته. الكلب ده كتير. الكلب الكلب بيجي احيانا عدو او ممكن صديق، عدو صديق بيتمثل في صديق بس هو من داخله جواه عدو يعني بيكن لك مشاعر مش كويسه يعني، مشاعر العداء. والالوان بقى عموما، الالوان ما احنا اتكلمنا اكتر الاحلام يعني، الالوان عموما سواء في الاحذيه او الالوان هي اللون في حد ذاته نفس التاويل. نفس التاويل. الالوان احنا اتكلمنا عليها، اللون اللبني مثلا ده. ناخد الاتصال ده. اتفضل. السلام عليكم. الله يبارك. اتفضل يا فندم. عز وجل. عامل ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك انا متابعك على الفيس على طول. اهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايز اسالك، وانا طالب ثانويه عامه واخويا الكبير دكتور. ايوه انت طالب ثانويه عامه؟ جالي في المنام حضرتك. جالي في المنام واداني 5 جنيه، كنت انا نايم متضايق. اداني 5 جنيه وراح مشي، وبعد كده جه اداني 5 جنيه ثاني ومشي. اديها في الاخر اداني 10 جنيه. طيب ما شاء الله الحمد لله انك ما وقفتش عند تمام. تمام تمام ماشي يا استاذ. شكرا. اتفضل يا فندم. طيب انت يعني ايه هو ال 5 جنيه دي؟ هو نقص، هو بيحاول يكمله يعني ايه بيحاول يكمله او بيحاول يلم نفسه او بيحاول يلم المنهج اللي وراه. ال 10 جنيه اللي اداها له في الاخر دي اكتمال بقى، هو بيكمل اموره. ان شاء الله يتملك على خير ويكتمل امرك باذن الله تعالى. يعني الارقام كمان في المنام لها اكيد معين. اكيد طبعا. طب لو نعرف بقى انا حاجه سريعه كده عن الارقام. الارقام برضو لو شافتها في موضوعنا اللي هو البنت العزباء، لو شافتها تمام. واحده مرتبطه ال 5 جنيه مثلا، ال 5 جنيه دي بتعني انفصال على طول، ما فيهاش 2 3. طب الدولار بقى نتكلم عن الدولار. لا الدولار ده ما شاء الله يعني اموال مستثمره وزياده في الخير، زياده خيرات. زياده خيرات في الطبيعه وفي المنام. عندك الأربعة ده بيبقى عرقلة في الأمور، بتلاقي الدنيا كده مقفلة في وشك وفي مشاكل والفضة برضو انفضاض أمر. انفضاض أمر. انفضاض أمر ليكي، ما تشوفهاش برضو واحدة مستقرة في حياتها الفضة. يعني الأرقام برضو لها علاقة بموضوع العزباء، تشوفهم في المنام الأرقام برضو لها علاقة. الأرقام الثلاث أرقام وحشين جدا لما تشوفهم العزباء، الرقم 4 و5 و6، 4 عرقلة في أمورها، واحدة يعني إيه بتقدم لها عرسان بس أمور لا تكتمل. الخمسة بيبقى انفصال. انفصال ليها. الستة خلافات ويعني ايه طريق عكسي، الستة اصلا رقم عكسي. فبيكون بقى ايه يعني معاها دايما عرقلة في امورها، ودايما بتلاقي في يعني ايه كل الطرق يعني ايه دايما بتبقى تلاقيها مقفلة. مفيش للاسف ما التلات ارقام دول لا يعني، لكن العشرة جميل جدا. لا تمام. التلاتة جميل جدا. 13 حلو برضه. وال 13 تمام. هنخرج فاصل وراجعين، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا في اطار الحديث عن موضوع اهم رموز خطبه العزباء في المنام مع استاذتنا النهارده اللي مشرفانا في الحلقه الاستاذه جان عكاشه. اتفضل. طب مثلا يا دكتوره ممكن نشوف حلم بيبقى فرحانين بيه جدا ويطلع معناه شر، وممكن نشوف حلم بيبقى وحش جدا وبيطلع معناه خير لينا. ايوه. فهل الرؤيه اللي بنشوفها في المنام بعد صلاه الاستخاره في اي موضوع عامه مش بس الجواز ممكن بتبقى كده، ولا اللي بنشوفه خير بيبقى خير واللي بنشوفه شر بيبقى شر؟ هي لما بيكون مثلا رؤيه خير انك انت مثلا ايه تشوفي الخير ممكن يبقى العكس، يعني مثلا انك انت تشوفي فرح في المنام. الفرح بدون معازف وبدون معازف وبدون موسيقى وصخب يعني ده بيبقى فرحه فعلا قادمه، لكن لو شفتيه في بقى المعازف دوت في موسيقى وغناء وكده ده بيبقى العكس للاسف، بيبقى حزن.
وبدون عريس. نعم وبدون العريس. وبدون عريس أوه. ده بيبقى حزن، فترة حزن، او كمان يعني اكتر من كده ممكن يكون حالة وفاة لا قدر الله. ده بالنسبة للفرح. لكن خير وشر بقى ان هو يكون شر، ان انت تشوفي مثلا ايه رؤية شر، انك انت تشوفي الموت مثلا، البنت العزباء تشوف نفسها ماتت. هو في المنام شر، لكن في الواقع هو خير فرح. ليها فرح، خير ليها وفرح، وانتقال حالها من حال الى حال. وخير بقى مثلا انك انت تشوفي ايه، يعني لو الرؤية الخير زي ما هي، يعني مثلا انك انت تشوفي تاكلي فاكهة. القلبين. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. استاذ جمال محضر، لو سمحت حضرتك، انا حلمت ان انا كان في مكان كده عند بيت اهلي، كان في دكتور اسمه جمعه جابر، هو ده الدكتور نسا ولاد. كان في ايه؟ فكان عنده كان عنده صداع مستمر الحلم، فجه في نص راسي كده قام حالق لي شعري وبعدين قام منزل قشره زي قشره بيضه كده كتيره 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 من فروه راسي، وقال لي بس انت سايبه كل دي ازاي في راسك؟ انت كده خلاص الصراره ما عادش هيجي، بس البس اشرب علشان ايه ما تمشيش كده. قلت له لا انا هلبس اشرب، انا محجبه، انا كنت في الازهر يعني ومحجبه اصلا، تمام، حرام ان انا امشي من غير حجاب. ايوه فهو بقى بقول لحضرتك بنزل قشره كتير جدا من شعري، وقال لي ازاي ده اللي عامل لك الصداع، وحلق لي شعري من النص كده، نزل حشو الشعر منه وقام رابط لي الاشرب وقال لي انت كده هتبقى كويسه. تمام خلاص كده. طب حضرتك متزوجة ولا ايه؟ ايوه متزوجة ومعاها طفلين. طب في مشاكل زوجية طبعا؟ لا مفيش، يعني جوزي كويس جدا، مفيش قوي يعني، عادية خالص يعني. طيب شكرا لك. طيب اتفضل يا استاذ. هي هتمر عليها فترة من الابتلاء للأسف الفترة الجاية، لأن حلق الشعر ده، الشعر ده بيؤول بزينة المرأة وسعادتها، فكونها ان هي شافت نفسها حلقت شعرها وبينزل منه قشره، يبقى اكيد في حياتها مثلا ايه مشاكل ماديه، او يعني ايه في فتره من الابتلاء هتواجهها الفتره الجايه. لكن طالما شافت الدكتور، الدكتور دوت في المنام استشفاء، استشفاء ليها، ويعني خروج من حاله الكرب والابتلاء اللي هي بتمر بيها. طيب. والله تعالى اعلى واعلى. طيب حضرتك بالنسبه للاحلام السيئه، يعني انا بنام بحلم بحلم سيء، مثلا عملت حادثه، عملت حاجه، ايا كان الحلم تفسيره يعني، او ايا كان الحلم في حد ذاته، اما اقوم من النوم ايه المفروض اعمله؟ مثلا في إيه احلام بنقول ان انت ما تقولهاش لحد او ما تحكيهاش لحد، لان بتفسر كما قيلت او كما اتقالت. فعلا رؤية على جناح طائر ان فسرت صح بس بصوره صحيحه، شرط ان هي تفسر بصوره صحيحه وقعت. فالواحد المفروض لو شاف رؤيه وحشه وهو حس ان هي رؤيه وحشه او عواقبها سيئه، يعني ما يقولهاش لحد، يتعوذ، يطفل عن ثلاث ويسار، يطفل عن يساله ثلاث، ويتعوذ بالله من رؤيتها، وان شاء الله لا تضره، بس ما يحكيهاش لحد، وما يحكيهاش لحد، ما يحكيهاش لحد، ما يحكيهاش لحد. طيب عايزين نعرف بقى الفاكهه والمشروبات والحاجات دي بالنسبه برضو لا علاقه بالموضوع النهارده في العزباء في المنام ولا؟ ايوه طبعا، كل فاكهه لها تاويل معين، يعني مثلا المانجو ده يعني مرحله كويسه، مرحله من الرغد ونجاه ومناجاه للرحمن، وشخص كويس يعني، او حاله ارزاق جايه لها داخل عليها. والعنب، العنب برضو اكتساب حسنات، ويعني ايه بيميل اكتر للجنه لانه من فاكهه الجنه، فهو بيميل اكتر ان هو يعني ايه هي الى حد ما ملتزمه، واللي جاي لها كمان ملتزم. يختلف في الالوان يعني، اللون الاخضر، اللون الاحمر في العنب، لون الفاكهه نفسه يعني، لون الفاكهه نفسها. اكيد طبعا الفاكهه الصلبه ما بتبقى زي الفاكهه العاديه، الفاكهه الصلبه دايما بيبقى فيها قساوه شويه، يعني مثلا زي الجوافه، الجوافه مش يعتبر يعني من الفاكهه اللي غير محموده في الرؤيه، لانها بتبقى ارزاق بصعوبه ومشقه وتعب. ده بالنسبه برضه للعزباء في المنام، لو شافت الانواع الفاكهه دي بيبقى لها ارتباط بالموضوع الزواج وكده. بيبقى ليها الفاكهه عموما، بس احلى حاجه اللي هي تشوفها يعني ايه طبق متعدد الاشكال والالوان قدامها، ده بيبقى بقى ايه ارزاق على بعضها. الفاكهه الموز ارزاق ميسره، ارزاق سهله ميسره. العنب زي ما قلت لك ايه له علاقه بالدين شويه، اكتساب حسنات وكده. التين، التين ندامه، يعني ايه في امر هي عملته بس هتندم عليه شويه، لانه يقال ان التين هو الشجره يعني اللي اخرجت سيدنا ادم من الجنه. ده علم جامد، علم تفسير الاحلام يعني، علم جامد.
طب حضرتك تدرجت فيه ازاي بقى؟ احنا ما اتكلمناش على ازاي حضرتك دخلت المجال اصلا على فكره، احنا اتكلمنا في مواضيع كتير الحلقه اللي فاتت والحلقه دي، بس ما اتكلمناش في الاول والاخر موهبه من عند الله. وتاني حاجه ان انا كنت من وانا صغيره وانا بقرا فيه كتير، يعني ايه بحب اطلع فيه كتير، كتب كتير اقراها واسمع لعلماء كتير، فيعني ايه بفضل الله يعني ابتديت ان انا افسر مره واحده مره في مره في مره، فالحمد لله يعني لقيت كل اللي انا بفسر رؤيه ما شاء الله، يعني كل اللي يشوفها يقول لي رؤيتك اتحققت زي ما قلتيها كده يعني. ما لسه لما متصله اللي قالت دلوقتي من شويه يعني ده علم برضه بس هو علم واسع وليه تفسير كتير ويعني دراسته قويه ما يقدمش عليها يعني برضه دكتوره يعني في ناس ما بتبقاش دارسه او مثقفه في العلم ده ويعني بيفسروا الاحلام كل اللي على حسب، ولكن يعني ده موهبه، ده حاجه من عند الله، موهبه او حاجه من عند الله، بس الايه اللي يعني ايه اللي دارسها او اللي مثلا ايه ما ممكن حد يفسر لك رؤيه بس زي فسرها زي ما فسرهاش ما تلاقيهاش ان هي بتقع معاكي ولا ليها اي تاويل. شرط يعني ايه ان انت تكوني ايه يعني ملتزمه بالقران شويه، يعني ملتزمه بايات القران يربطك بيه القران ويربطك بيه احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، تبقي رابطه بين الاثنين. لو ربطتي بين الاثنين وانت قاريه كتير يعني ايه كوني واثقه ان انت ان شاء الله يعني بفضل الله هتعرفي تفسري كويس. بس في رموز بتتغير طبعا باختلاف اللي يعني اللي مكتوب زمان، مثلا في حاجات مستجدات بتظهر وبتظهر في الحين. اكيد طبعا هو زمان ما كانش فيه طياره، طبعا ما كانش فيه سياره، ما كانش فيه، بس بقى هو ايه ابن سيرين الكتب المعاصره دلوقتي هي بقى اللي بتثبت الحاجات دي بتتكلم فيها، يعني مثلا برضو زي الرموز اللي احنا بنتكلم عليها النهارده اللي هي مثلا الفتاه العزباء لو شافت نفسها راكبه طياره او مثلا راكبه شافت نفسها راكبه طياره او سياره او سفينه دي بيبقى معناها ارتباط ليها، لان هي ايه يعني خدوا من النقطه دي ان الحاجات دي فيها تيسير امور وانتقال من حل لحال. ناخد الاتصال ده كده. السلام عليكم. طيب خلص شكرا، اعود الاتصال تاني. علماء التفسير كل عالم فيهم بيختلف تفسيره عن الاخر، كل واحد ليه رؤية على حسب الرموز اللي شايفها. اتنين راحوا لابن سيرين، واحد شاف نفسه يؤذن قال له انا شفت نفسي بؤذن، قال له انت هتروح تحج، قال له انت يعني شاف من اللي ما رآه في وجهه من علامات الصلاح والإيمان، قال له انت في عامك ده هتحج يعني يكتب لك الحج. واحد تاني يعني مثلا ايه غير مطيع لله وغير ملتزم باوامر الله وقال له انا شفت نفسي برضو بؤذن، نفس الرؤيه بنفس ما فيهاش واحد اتنين نفس الرؤيه بس تختلف في التفسير. قال له انت سارق، استند على كده من ايه ايتها العير انكم لصارقون في الثاني قصه سيدنا يوسف، في قصه ايتها العير انهم لصارقون. الاول استند عليه وأذن في الناس يأتوك رجالا ونساء، فهي التفسير واحد بس المفسر بيعرف يعني انت على صلاح او انت حالتك ايه، ممكن يجيلك نفس الرؤيه بس بتختلف بحاله الشخص اللي انت بتفسري له، هل هو ملتزم هل هو مطيع لله. ودايما علم التفسير يا دكتوره بناخده من القران والسنه. أيوة. يعني بيبقى يعني بنستند برضو اكتر للقران والسنه طبعا في تفسير الاحلام مش مجرد الرموز. لا الرموز لا طبعا القران والسنه والاحاديث السلف والصالحين. ناخد الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. لو سمحت اتفضل. بصي مع حضرتك. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. بصي يا دكتور انا حلمت ان حد بيديني شيك. حد بيديكي ايه؟ شيك. حد بيديني شيك. شيك. اي ماشي. في واحده ستة عايزه تاخده مني، فانا قلت لها لا سيبه لي حرام عليك ده انا بربي في ايتام. بس كده يا فندم؟ قلت لها انا بربي في ايتام سيبي لي الشيك ده انا بربي في ايتام. ماشي. انا جوزي متوفي. ماشي يا فندم. بس كده؟ بس سابته ما خدتوش، ما انا قلت لها سيبيه سابته ما خدتوش يعني. ماشي. ماشي يا فندم. طيب تمام. هي ارزاق كانت جايه يعني ارزاق جايه لك وان شاء الله هتجي لك الفتره الجايه، يعني ايه كانت هتروح منك او كان حد هياخدها منك او فيها الطمع او يعني ايه هتذهب عنك، لكن بفضل الله تعالى او انت مثلا يعني بتدعو الله تعالى في امر ان ربنا يوسع عليك ويوسع ارزاقك وكده، فان شاء الله باذن الله باذن الله هتجي لك الشيء اللي انت مستنياه او انك مستنيه الحاله الماديه بتاعتك توسع شويه وربنا يفك كربك،
فان شاء الله هيتحقق معاك ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في سعه في الارزاق عندك. والله تعالى اعلى واعلى. انا كان جالي سؤالين تفسير يعني حلمين كده شخصيين جول على الرسائل الواتساب، ان في واحده والدتها متوفيه تمام، بس هي بتجيلهم على طول على طول في الحلم، ان هي بتجيلها على طول في الحلم ان هي كل اولادها المتوفيه بتيجي للبنت ديت في الحلم وكل اولادها على طول قاعدين تحت رجليها يعني موجودين حواليها يعني. أيوه. بس هي على طول بتقول نار نار يا كفره الست دي. تمام. بس هي مش عارفه برضو تقول بتاع الحلم ده، لان هي بتقول لي على طول كانت بتقوم الليل وبتصلي وبتأدي الفروض وتصوم وبتصدق لا ما هو مش شرط يا استاذ اسلام، لا يعني احنا عايزين بقى تفسير الحلم مش شرط يا استاذ اسلام. كل واحد له علاقه بربه لا يعلمها الا الله طبعا سبحانه وتعالى. مهما يكون بيصلي مهما يكون بيصوم مهما يكون بيعمل، ده سر بين العبد وربه. بس هي طالما بتقول نار انصحها بقى ان هم يعملوا شيء لله على روحها او يخرجوا الصدقه على روحها او صدقه جاريه يعني، ويدعوا لها كثيرا بقى بالرحمه والاستغفار ان شاء الله ان ربنا يعفو عنها يعني. تمام. ناخد الاتصال. السلام عليكم. شكرا يا فندم الاتصالات. طيب بالنسبه للتفسير الثاني، ان هي بيجي لها الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لها دايما ارقي ارقي لها بنت اخوها يعني وكده، بيقول لها ارقيها يعني الرؤيه بتاع ارقيها دايما على طول. أيوة. فهي برضه عايزه تعرف تقول لي يعني حوالي عن سنه نفس الرساله. طيب يبقى البنت دي محسوده عليها حسد وكده، هي محتاجه بقى للرقيه الشرعيه ان هي تداوم عليها وتشغل سوره البقره بصوره مستمره 3 أيام متتاليه في البيت، وكل ما تفصل تشغلها تاني وتحافظ على الرقية الشرعية ورش أركان البيت بمية وملح لإخراج الطاقة السلبية. والبنت اللي بتشوف الحاجات ديت يعني إيه دايما يعني إيه ترقيها بصورة مستمرة. تمام. بصورة مستمرة باستمرار. والمعوذتين وكده، لأن هي بقى دي أكيد معاها عين وحسد محتاجة كده. واللي بيحلم دايما يا دكتورة بإن هو بيقرأ سورة ياسين على طول في الحلم، سورة ياسين على طول بيتردد. بقول لك هتموت. لا ده ما شاء الله سورة ياسين لا تفريق كروبات واستجابة دعاء وخلاص من هموم ويعني حالة مادية متيسرة. جميل. كل الخير في سورة ياسين، واللي عنده ولاء الكرسي واللي عنده حاجة كمان يعني ايه يقرأ سورة ياسين. يعني وآية الكرسي يبشر بقضاء الحاجة، اللي جات له سورة ياسين يبشر بقضاء الحاجة. احنا نسمع ان لو جات لك سوره ياسين يبقى انت كده هتموت ومش عارف. لا نسمع نسمع والله الكلام ده فعلا. لا لا هي ده سوره ياسين مبشره بقضاء حاجه واستجابه الدعاء، ولو انت ماشي في امر وبتسعى ليه ابشر بقضاء الحاجه في الامر ده. تمام. جميل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. لو سمحتك حضرتك معايا حلم معايا حلمين عايزه اتصرف حضرتك. اتفضلي. اول حلم معايا اخ متوفي بقى 3 سنين، شاب كان عنده 27 سنه مات يعني ما فيش عينه حاجه مثلا في جلبيه، فكان عايز عليا جدا. دايما بيجي لنا الحلم انا ووالدتي، بيجي لنا بس يبص علينا ما بيتكلمش خالص، دايما كده بيجي لوالدتي او لي انا مش ماشي كده شقتنا بس ما بيتكلمش مبتسم من بعيد. ده الحلم الاول حضرتك. تمام. والحلم الثاني طب ممكن سؤال قبل الحلم الثاني لو سمحتي؟ سؤال بس لو سمحتي ممكن سؤال؟ اتفضل. اي حضرتك تفضلي. طيب انت حضرتك بتعاني انت ووالدتك في الفتره اللي هو بيجي لك فيها بتكونوا بتعانوا من مشاكل ماديه او مشاكل معينه في حياتكم؟ لا لا احنا الحمد لله رمضان الماديات الحمد لله متيسره الحمد لله يعني. يعني ازمه يعني مشاكل او يعني مش شرط ماديه؟ لا لا الحمد لله مش ماديه الحمد لله. لا لا مشاكل عموما بوجه عموم مش شرط مش فلوس شرط يعني. ماديه لما بيجي يشوفكم بيبقى في مثلا مشاكل نفسيه معنويه يعني في الوقت اللي بيجي يعني لك فيه؟ جوزي زعلان جدا عليه يعني تعبانه نفسيا جدا وانا برضه تعبانه نفسيا جدا عليه يعني مش مشاكل. تمام. الحلم الثاني حضرتك اتفضل. الحلم الثاني حضرتك انا متزوجه وعندي طفلين، فدايما بحلم حضرتك ان انا سيد دايما يجيب لبن، بس بيجيب لبن بكميه غريبه يعني ما بعرفش اوقفه كده زي حاجه لا رضية يعني حضرتك. ده الحلم الثاني. صدرك بيجيب لبن بطريقه كبيره؟ الو ايوه 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 صدر حضرتك بيجيب لبن بطريقه كبيره يعني مبالغ فيها؟ يعني يعني عامل زي كده حنفيه كده ما اعرفش حاجه لا رضيه كده. طيب يا حبيبتي انت بتصرفي فلوس كتير بتنفقيها في غير مكانها؟ يعني انت مبذره شويه؟ ها؟ انا مش مبذره لا انا ممكن يعني بتنفقي فلوس علي كتيره؟ عليا قروض وعليا حاجات وكده عليا قروض بصحه كبيره جدا. طيب عشان كده تمام يا شكرا يا فندم. تمام شكرا.
اتفضلي يا فندم. طيب هو السؤال الأول الحلم الاول اللي هي بتشوف اخوها المتوفي على طول. ده المتوفي بيجي لما يكون في عرقله في الامور، يعني مثلا ايه، او حالتهم النفسيه والمعنويه بتبقى تعبانه شويه، فهو بيجيهم بيطمنهم على حاله، وكمان ممكن من حزنهم هم عليه هو بيجي يطمنهم على حاله، ان هو يعني ايه في مكانه كويسه عند ربنا، يعني ما تزعلوش عليا، بيطمنكم على حاله، ما فيهاش اي حاجه، كونوا ما اتكلمش ولا حاجه، او مثلا بيشتكي من حاجه، فانتوا تحمدوا ربنا ان هو يعني ايه في مقام كويس عند ربه. هو الميت لما بيتكلمش بيبقى في مقام كويس؟ لا مش لما ما بيتكلمش، يعني هو ممكن يجي بصيغتين في الرؤيه بتاعتها، ان هو مثلا ايه لما يكون عندها هي بتعاني من مشكله معنويه مثلا مع زوجها، امها مثلا والدتها بتعاني مثلا من مشكله صحيه او حاجه، فهو بيجي لان الميت ده انقطع عمله، انقطع عمله، فهو بيجي كحاله وقف معاهم في الامور شويه، عشان كده بيشوف الميت. طب يا دكتوره لما الميت بيجي بيبان على وشه علامات الحزن، او هو بيبص نظراته حزينه بمعنى اصح؟ ده بيبقى زعلان على حالك انت، على حال الشخص، على حالك انت، بيبقى انت عندك تقصير في العباده، فهو زعلان زعلان عليك انت، يعني ايه بيحسك بقى انك انت تلتزمي. هو بقى طبعا شايف ملوش، هو الوقت في ملوش دعوه بحساباتنا احنا، هو في حسابات الاخره، هو بيحسك بقى انت زعلان على حالك، عايزك تلتزمي، تصلي، تشوفي فروضك، لان هو عرف الوقت ان الدنيا فانيه. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا حلمت ان انا راكبه طياره ورايحه امريكا. طياره رايحه، طياره رايحه امريكا. امريكا. بسم الله ما شاء الله. وبعدين وانا راكبه، انا عمري ما ركبت طياره اصلا، بسمع المطبات. ربنا رزقك في الحلم. كل شويه مطبات هوا كده، فانا اصلا بخاف من المطبات، بقى اعرف ايه. مطبات؟ كل شويه امسك قلبي كده، المطبات بحس بقى في الهواء. ايوه. وكنت بس كده، والطياره ماشيه في الجو عادي، والسيد على غيري. طب انت حالتك الاجتماعيه ايه؟ يعني عليها الحمد لله، بس رضا يعني. لا ما انتش فاهماني، يعني متزوجه ولا عزباء ولا ايه؟ لا متزوجه، معايا احمد ومحمد. طيب تمام ده. ماشي، شكرا يا فندم. طب ناخد الحلم ده وبعد كده نرد على الثاني. ماشي. اتفضل اتفضل. الحلم ده يعني هي بتمر برضو ببعض الايه الابتلاءات في حياتها، لان هي الطياره عموما هي علو شأن وكل حاجه، بس ايه هي مطبط. بتقابل برضو المطبات ديت عرقله وامور بتقابلها، يعني شويه ابتلاءات هتقابلها، بس في علو شأن ليها، لان الطياره شيء مرتفع يعني، ففي علو شأن ليها. الرؤية الثانية بتاعت الشخص اللي هي البنت هي اللي يعني اللي صدرها بيجيب لبن كتير وكده. ايوه دي الرؤية الثانية، اللي صدرها بيجيب دي بتنفق فلوس كتير، الثدي لما يجيب لبن كتير في المنام ده بيبقى انفاق اموال كتير، هي بتقول عندها قروض، فهي معنى كده ان هي بتنفق اموال كتير، اموال كتير بتنفقها تخرج منها. تمام. يعني تمام. والله تعالى اعلى وأعلى. كانت يعني حلقتنا جميله جدا النهارده مع حضرتك، وتفسير شيق لمعظم الاحلام، واستفدنا برضو من حضرتك اهم الرموز في خطبه العزباء في المنام، ويعني احنا استفدنا بس حكايه الجزمه في المنام دي اللي مضايقاني بصراحه. مضايقه الرجاله. اتفضل تهنئه. ربنا يخليك. قبل نهايه الحلقه احب اتوجه بالتهنئه لصديقي العزيز الاستاذ احمد علي بمناسبه خطبته، وبتمنى له زفاف سعيد باذن الله، وربنا يتم لك على خير يا استاذ احمد، يعني من اعز اصدقائي الف مبروك، ويعني ربنا يتم لك على خير. وفي نهايه حلقتنا بحب اشكر الاستاذه جيهان عكاشه اللي شرفتنا النهارده وفسرت لنا مجموعه من الاحلام. شكرا يا استاذه جيهان. وبشكر صديقتي العزيزه اللي شرفتنا النهارده في البرنامج الاستاذه نجلاء علي. شكرا يا استاذ اسلام. وبشكر كل فريق العمل بالبرنامج، وبقول لكم انتظرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من حلقات برنامج اول بدايه. دمتم امنين.